نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أريد أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: أو الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها يحيي هذه الله بعد موتها آته الله 100 عام ثم بعثه قال كم قال بيوم أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم هن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصر امين. اللهم اخواني، اخرج الامامان الجليلان البخاري ومسلم والامام الترمذي رحمة الله عليهم جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن
أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد قال الحافظ الجليل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: اختلف العلماء رحمهم الله جميعا في هذا الموضع أو في هذا المعنى، نحن أحق بالشك. النبي عليه الصلاة والسلام فسر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى بأنه شك، هذا قاطع فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. النبي جعل هذا من الشك وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم. طبعا أيها الإخوة، وأعتذر عن قولي هذا قاطع، هذا على تأويل، على تأويل قوله عليه الصلاة والسلام. ما معنى قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال الحافظ: منهم من أجراه على وجهه، قال هو شك، كالذي يعتلج ويحيك في الصدور والنفوس من وسوسة النفس أو إلقاء الشياطين، أو إلقاء الشياطين، وسوسة الشيطان والعياذ بالله. فكأن الأنبياء غير معصومين من هذه الوسوسة، على أنها لا تؤثر في إيمانهم فلا تزلزله، فضلا عن أن تجتاحه، لكنها وسوسة، فكأنهم ليسوا معصومين من هذه الوسوسة ومن هذه الإلقاءات الشيطانية والعياذ بالله، فضلا عن أن يكونوا معصومين من تردد وتحير النفس، من تردد وتحير النفس. الحافظ يقول: من العلماء من أجراه على وجهه، قال هو على وجهه، ومنهم من قيده بكونه وقع قبل النبوة، أي قبل نبوة إبراهيم، قبل نبوة إبراهيم. الآية ذاتها ليس فيها ما يدل على هذا، والحديث عينه ليس فيه ما يدل على هذا، فيؤخذ دليل هذا إن قام من مجموع أدلة العصمة، من مجموع أدلة العصمة المقررة في كتب العقائد. والإمام الطبري يقول الحافظ ابن حجر، أي أبو جعفر ابن جرير شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، أجراه على وجهه كما هو، لم يقيده بهذا القيد. ابن جرير لم يقل هذا وقع من إبراهيم عليه السلام قبل نبوته، الظاهر أنه وقع بعد النبوة حين كان نبيا رسولا، حين كان نبيا رسولا، وجعله أي ابن جرير رحمه الله تعالى من باب ما يلقي الشيطان من الوساوس في النفوس، على أنه لم يزلزل إيمان الخليل، لم يزلزل إيمان. هذا مذهب ابن جرير، فإذا قال بهذا قائل لا يقال أنت جاهل وتجهل ما ينبغي للأنبياء من عصمة، نقول له أنت الذي لم يقف على أقوال العلماء، أنت الذي لم يحط علما بالاختلاف الواقع في هذه المسألة، فلا تتعجل إلى الإنكار، فعل الجهلاء لا يتعجل إلى الإنكار إلا الجاهل. أما العالم الذي اتسعت دائرته أيها الإخوة فهو يعلم أن هذا القول له وجه، وأنه قد سبق إليه وقال به غير واحد، وكفاكم بابن جرير جلالة واعتبارا بالغا في العلم والتحقيق رضي الله عنه وارضاه. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قال به عبد الله ابن عباس، ناهيكم به. لذلك ابن جرير احتج أخوه الحافظ بما رواه هو، ابن جرير روى هذا بإسناده رحمة الله تعالى عليه، بما رواه هو وبما رواه عبد ابن حميد شيخ الإمام مسلم، وبما رواه ابن أبي حاتم والإمام الحاكم رحمة الله على الجميع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الآية، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فرضي الله تبارك وتعالى منه بقوله بلى، وقع الشك ولكن أنا لازلت مؤمنا، الله رضي بهذا، لم يقل له هذا اجتاح إيمانك، هذا اجتاح إيمانك وذهب به، كلا. فيؤخذ منه أيها الإخوة، يؤخذ منه هذا المعنى الرحماني أو الرحموتي الجليل البالغ، وهو أن الشك قد يجامع الإيمان، تكون مؤمنا
ويعتريك شيء من شك، هذا لا يجتاح ولا يجتاح إيمانك بدليل الآية وبدليل هذه الآثار والأخبار، وبدليل هذه الآثار والأخبار والآية الواضحة فيه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا لم تحصل الطمأنينة على وجهها الأكمل، على وجهها الأكمل. معنى ذلك كما فسره النبي هذا شك، الشك يجامع الإيمان، تكون مؤمنا ويعتريك شيء من شك. هذه البشرية، هذه بشرية الإنسان أيها الإخوة. ومن هنا الإيمان بالغيب، نحن نؤمن بالغيب، هذه غيوب. فإن اعترانا شيء من شك، شيء من تردد، لم يزلزل إيماننا، اطمأننا إلى ذلك. بل ما هو أبلغ أيها الإخوة، قد ورد مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الصحيح من حديث ابن مسعود، وهكذا صرح به حين شكى إليه أصحابه رضوان الله عليهم الوسوسة التي تحيك في صدورهم، الوسوسة التي تحيك في صدورهم، واستهولوها واستعظموها حتى أنهم أعربوا عن أن أحدهم يفضل أن يخر من السماء أو أن يحترق فيصبح فحما أيها الإخوة على أن يبوح به. وسوس عظيمة فظيعة مهولة. فقال النبي في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح: تلك محض الإيمان. هذه الوسوسة هي محض الإيمان. عجيب، كيف هذه الوسوسة محض الإيمان؟ سوف نرى، لأنها سبيل الإيمان. نحن أحق بالشك من إبراهيم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في يونس النبي يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم. في حديث ابن مسعود إذن الثابت في الصحيح: تلك، أي هذه الوسوسة، تلك محض الإيمان، صريح الإيمان، خالص الإيمان. فكأنه لا إيمان، لا نقول إلا إيه بالشك أو بالوسوسة، لا إيمان إلا عبر هذه الطريق، عبر هذه السبيل. لأننا لسنا آلهة، لسنا نعرف الغيوب، لم نطلع عليها، لا نحس بها أيها الإخوة. ولذلك يعترينا شيء من شك ومن تردد، لا بأس. أين هذه السعة الرحمانية من تجديد العلماء، من إفضاع العلماء؟ بعضهم قال إن اعترى شيء كذا، شيء غريب. لا يا أخي، هذه حالة بشرية، حالة عادية، تعتري الأنبياء، فمن باب أولى وأحرى أن تعتري من دونهم، كضعاف الناس أمثالنا، كضعاف الناس من أمثالنا، ولله الحمد والمنة. هذه الخطبة أيها الإخوة ستكون خطوة بإذن الله تبارك وتعالى على الطريق التي نحب أن نسلكها وأن نسلك إخواننا فيها، أنسنة الخطاب الإسلامي، وإن شئتم رحمنة الخطاب الإسلامي، الخطاب الذي ينقصه غير قليل من هذه الرحمنة ومن هذه الأنسنة. والأنسنة أيها الإخوة لا تتناقض ولا تتعارض مع الرحمنة، بل تلتقي معها وتمتزج بها وتجد قوامها وهويتها بهذه الرحمنة، هكذا. فلا توازي أيها الإخوة ولا تعارض، فضلا عن وقوع التناقض. خطوة على هذا الدرب، خطوة على هذا الدرب. عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يروي عنه ابن جريج قال: سألت عطاء عن هذه الآية وإذ قال إبراهيم، قال: وقع في قلبه أو قال في نفسه مثل ما يقع في قلوب العباد، شك، نوع من الشك، نوع من الشك. لكن شك في ماذا؟ شك في وجود الله؟ أبدا، حاشا الخليل. الأنبياء كانوا يعجبون ويعجبون ممن يشك في وجود الذات الإلهية. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، أعظم ما يبهض العقل، أعظم تحد يواجه العقل هو أن يفسر الوجود بلا إله. مستحيل، مستحيل جدا، أمر باهظ جدا إلى ما لا نهاية، لا تستطيع. هذا مرهق إلى ما لا نهاية العقل الإنساني. لذلك عجبت الرسل من هذا: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، فاستر إذن نشوء السماوات والأراضين بلا إله، كيف؟ ولكن الشك في ماذا أيها الإخوة؟ قال: أريني كيف. كيف هو يبحث عن الكيفية فقط، حتى لم يشك في القدرة أيها الإخوة،
إبراهيم لم يشك إيه في شمول القدرة الإلهية، لذلك الشك له مراتب. هذا هو الشك له مراتب. لو تقصينا واستقرينا موارد الشك في كتاب الله تبارك وتعالى، والقرآن يفرق بين الشك والريب، انتبهوا، زهاء 12 آية تتعلق بالنشأة الآخرة وبالبعث وبيوم القيامة، نفى الله وقوع الريب فيها في هذه الآيات. وقوع الريب في الآخرة في البعث منفي، لا ريب، لا ريب فيه، لا ريب، لا ريب، لا ريب. ما هو الريب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، في أول ألف لام ميم السجدة، لا ريب. ما هو الريب؟ الريب غير الشك، انتبهوا. فرق بعضهم وهي تفرقة معتبرة بين الشك والريب، بأن الريب شك عن تهمة، الريب شك عن تهمة. فالقرآن لا ريب فيه فعلا سدنة الشرك، طواغيت الكفر والوثنية من المكيين لم يرتابوا مرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، يعرفون أنه الصادق الأمين، وقد لبث بهم عمرا من قبله، ما قالوا مرة أنه يكذب، لكن تهوكوا، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن أيها الإخوة، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، وما قالوا مرة إنه كذاب، حاشا، يعلمون، لم يتهم لأنه افترى على الله أبدا. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليس لديهم استعداد أن يخضعوا ويخشعوا ويبخعوا لهذا الحق، لأنه مبهض، لأنه مكلف، مكلف جدا أيها الإخوة، يكلفهم أكلافا وأثمانا ليسوا بعد على استعداد أن يدفعوها. في مقدم هذه الأكلاف والأثمان أن يتنازلوا عن كثير من مصالحهم واعتباراتهم الاجتماعية وحيثياتهم بين الناس، وهم ليسوا مستعدين، لا يريدون. لذلك هؤلاء المترفون دائما ذوي الحيثيات العليا الأعيان الوجهاء، هؤلاء المترفون تقريبا في كل زمان وآن هم عداة الحق، أعداء الحق، خصوم الحق والمحقين، خصوم الذين يأمرون بالقسط من الناس. لماذا؟ لأنهم ليسوا على استعداد أن يتخلوا عن مكاسبهم، مكتسباتهم التي تغولوها بطرق الباطل والإفك والزور، وليس بطريق الحق والاستحقاق، بالإفك والباطل والزور. هذه القضية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كيف يمكن أن نتخذ أيها الإخوة من هذه الآثار ومن هذه الآية الجليلة مدخلا من مداخل كثيرة إلى رحمنة خطابنا الإسلامي الذي كما قلت ينقصه الكثير من هذه الرحمنة؟ خطاب بلا شك أيها الإخوة واضح، واضح في العموم أنه خطاب فيه كثير من القسوة، من العنف، من الأقصوية، من القطعية، من الحدية، ليس إزاء غير المسلمين فقط، إزاء المسلمين أنفسهم، إزاء أبناء الملة، إزاء أبناء لا إله إلا الله محمد رسول الله. سخيف جدا وجاهل جدا، متغطرس متعجرف جدا ومجرم جدا. الجراء على الله تبارك وتعالى وادعاء بعض صلاحياته للقضاء على بعض الناس بأنهم باءوا بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا سخيف جدا، هذه جناية عظيمة على النفس وعلى الآخرين وعلى صورة الله، على صورة الله في العقيدة في المعتقد الإسلامي، على الدين برمته. كيف؟ أولا لأن هذه الجراء أيها الإخوة وهذه القسوة، هذا الفقر والإجداب الروحي الوجداني، الفقر الرحموتي، مشعر بهدفية بغيضة جدا، وهي تخفيض صورة الله. قبل أن نكمل الجملة، تخفيض صورة الله، ما الله كما تعرف إلينا؟ الله هو الرحمن الرحيم، الله كما قلنا ذات خطب وليس ذات خطبة، كما قلنا ذات خطب سوابق،
الله الذي ما خرج هذا الوجود. السماء الدنيا أيها الإخوة على حد ما بلغ التحقيق العلمي إلى اليوم إن اعتبرنا أنها هي السماء الدنيا، ربما تكون بعض السماء الدنيا، الله أعلم، بقطر زهاء 28 بليون سنة ضوئية. كل هذا الشيء بسيط من خلق الله، ما نحن وما كوكبنا وما مجرتنا ولا شيء، ولا شيء. من الشمس إلى الأرض 150 مليون كيلومتر، يقطع الضوء في 8 دقائق فقط، يلف الأرض 8 مرات في الثانية الضوء، فأين ترونه وتحسبونه يبلغ إذا مضى 28 بليون سنة ضوئية؟ هذا بعض الكون، بعض كون الله، هذا بعض خلق الله. هذا الكون فيه من الخلق ما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكيف بالسماوات الأخرى؟ كيف بما لم نسمع به ولم يصلنا نبعه؟ كل هذا خلق الله. الله يقول وكل هذا الخلق فاض من عين الرحمة، ويدبر برحمتي ويرعى برحمتي. يأتيك صعلوك من صعاليكنا، من صعاليك البشر أعني، مسلما كان أو غير مسلم. للأسف هذا يؤلمني جدا، كأن مسلمي اليوم، بعض مسلمي اليوم طبعا، ليس كل المسلمين الحمد لله، بعض مسلمي اليوم، بعض دعاة اليوم، بعض مشائخ اليوم يصرون إصرارا قويا دونه الموت أيها الإخوة على أن يحتكروا الصيغ الأقسى والأعنف في تصوير الله. شرف لنا هذا. خفضوا صورة الرحمن الرحيم الذي يرعى كل هذه الأكوان برحمته، لا إله إلا هو. كل هذه الأكوان ممسوكة برحمته، لا إله إلا هو. لا أحد يستطيع أن يتخيل مهما شطح الخيال به وجمح سعة رحمة الله. ما لك والعباد الله، اترك خلق الله لخالقهم لربهم لا إله إلا هو. لا تقضي على أحد بعينه ما لم يقضي عليه النص. الله يقول تبت يدا أبي لهب، نقول تبت يدا، وهو في الجحيم مخلد، النص قضى بهذا. لكن واحد لا ندري، يقول كافر هذا من أهل جهنم، إن مات على هذه الحالة قطعا والله من أهل جهنم خالدا مخلدا. ما أدراك يا جهول، يا متغطرس، يا فقير الروح، يا فقير المعنى، يا فقير الإيمان. تساؤل الآن خطر لي، ماذا نجد أكثر الناس رحمانية في هذه الأمة؟ المتصوفة، أصحاب الذكر والوله بالله. أنا أقول لكم لأنهم الأدنى إلى الله، الأكثر شعورا بالله، ولذلك هم الأكثر شعورا برحمانية الله، أليس كذلك؟ هم الأعرف بالنفس الإنسانية، أعرف الناس بالإنسان هم هؤلاء المتروحنون، العرفاء، الذاكرون، المتيمون بحب الله وبذكر الله. لماذا يجذبون؟ لأنهم يلاحظون أنفسهم ليل نهار، يراقبون أنفسهم جدا. نحن لا نفعل هذا. قد تجد من يتسمى باسم العلماء والمشايخ يمضي سنة سنتين ثلاثة لا يراقب نفسه حقا مرة واحدة. هل أردت وجه الله بهذا الموقف؟ هل أردت وجه الله بهذه الفتوى؟ هل أردت وجه الله بهذه الخطبة؟ ماذا أريد؟ لماذا أجحد الحق حين يلوح لي؟ لماذا أغضي عنه وأغمض عليه؟ لم يقل نفسي مرة من أجل مصلحتي، من أجل طائفتي، من أجل حزبي، من أجل الامتثال والتماهي مع جماعتي، لم يقل لنفسي هذا مرة. ثم يأتي يقضي على عباد الله بأنهم في جهنم، غطرسة وغرور وقسوة وإجداب روحي ومعنوي. للأسف هكذا صارت سورة الإسلام. هذا هو الدين الذي ما بعث الله به محمدا إلا ليرحم به العالمين، إلا رحمة للعالمين. هكذا صرنا ونفتخر بهذا؟ يا ويلنا من أنفسنا، يا ويل الناس منا، والويل حاضر وجاثم على قلوبنا وعلى عقولنا ونفوسنا، جاثم في بلادنا وأوطاننا هذا الويل. يفترقون ويتمزقون من أجل هذا، وبعد ذلك يلومون ويبكون وينوحون بأن الإسلام يؤتمر به وأن هناك مؤامرات. المؤامرات موجودة، موجودة البشر. البشر هو الكائن الطماح الطماع، الكائن أيها الإخوة الناظر إلى السلطة،
يكفر بكل القيم إلا أن يرحم الرحمن الرحيم من أجل السلطة. لماذا اختلفتم أولا؟ اختلفتم من أجل هذا، كله باسم الإسلام، كله باسم الدين. لا دين إلا دينك، لا دين إلا كما تفهمه. الذي عندي ليس دين والذي عنده ليس دين، الدين دينك طبعا. لذلك هم حريصون على تشقيق المبادئ وتوعير الطرق وتكثير المعنى وتجضيته، ثم يدعون أن الهوية هي جماع ذلك كله مرة واحدة بلا استثناءات بلا رتوق بلا فراغات. عجيب جدا. لذلك نقع في هذه الحصرية والأقصوية الحدية في المواقف، نحن وفقط نقطة، غيرنا كل من أهل الجحيم، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. أي طريقة في فهم الدين هذا؟ أي طريقة في فهم الدين هذا؟ ومن هنا أيضا إخواني وأخواتي الحرص على التعتيم لا على التنوير، الحرص على التعتيم لا على التنوير، دون أن نخوض في معاني فلسفية وفكرية معمقة أبدا، لنقف فقط مع الدلالة اللغوية. تنوير، تعتيم، تنوير إلقاء مزيد من النور على الموضوع، قيد البحث، قيد الدرس، مزيد من النور يضح الموضوع. إذا وضح الموضوع ما الذي يحصل؟ يتحرر البشر. كيف؟ أنا أقول لكم، قد قيل المعرفة قوة، المعرفة قوة. قلت ذات خطبة المعرفة شجاعة، واليوم أقول ولعلي قلتها من قبل المعرفة حرية، المعرفة حرية. الذي لا يعرف إلا طريقا واحدة إلى بيته، يعرف فقط سبيلا واحدة إلى بيته، سدت هذه السبيل، سدتها الشرطة في يوم الأيام، ماذا سيفعل؟ ربما سيضطر أن يحدث دورة كاملة حول المدينة أو القرية ليعود إلى بيته. لا خيارات لديه المسكين، خياراته محدودة جدا جدا، مجبور على هذه الحماقة لأنه لا يعرف. التاكسي فارر، سائق التاكسي، يعرف غير هذه السبيل الرئيسة ثلاثة أو أربعة من السبل، يأخذ أقصرها إلى البيت، ما في مشكلة، المعرفة حرية، خيارات وسيعة بالمعرفة، يعرف ويعرف في كل الأمور هكذا، المعرفة حرية. ولذلك شوف هذه الحقيقة في عمقها فلسفي، في عمقها معنى فلسفي، القرآن ذكرها، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما معنى قد تبين الرشد من الغي؟ قد تبين الرشد، هذا هو الصحيح، هذا هو الخاطئ الغالط، هذا هو الرشد، هذا هو الغي، هذا هو الحق، هذا هو الباطل، هذا هو النور، هذا هو الظلام، انتهى. لا إكراه، الناس أحرار. لماذا نكره؟ لا مجال للإكراه، الناس أحرار. متى يكونون أحرارا؟ حرية حقيقية بالتنوير، يكونون كذلك إخواني وأخواتي إذ تبين الرشد من الغي. لذلك التنوير تحرير، عبارة هكذا نقولها الآن، التنوير تحرير. نوروا يتحرر البشر. ماذا قال السيد المسيح عليه السلام؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. معنى عظيم جدا هذا، ليس كلاما هكذا مزجوعا جميلا، لا 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 لا، معنى عميق حقيقي. وبقدر ما تعرف ما الحق، بقدر ما تتحرر، بقدر ما تجهل، بقدر ما تستعبد. التعتيم إذن، المطلوب هو التعتيم وليس التنوير. كلما أضعت موضوعا أيا كان بأنوار هادية، بأنوار جديدة غير مأنوسة لهؤلاء المعتمين، قالوا لماذا ولصالح من ولماذا في هذا الوقت وما الفائدة من هذا، كله منطق ذرائعي، ألا تبا للذريعة. ما هذا المنطق الحقير؟ هذا منطق التجار، ليس منطق ناشدي الحقائق. الحقائق لا تعرف لصالح من والتوقيت ومن أجل ماذا وما الفائدة، هذا منطق التجار، هذا منطق المضاربين بالنقود في الأسواق أيها الإخوة وبالأسهم، ليس منطق من يريد الحق لأجل الحق. بغض النظر عن مبررات كثيرة جدا جدا، يأتونك مباشرة بألف إيه؟ بألف منطق يفوح بالذرائعية، والذرائعية انتهازية مباشرة، يمكن أن نعادل بين الذرائعية والانتهازية تماما. بمعنى أن هذه الحقيقة وتنوير هذه الحقيقة في ظرف آخر لو خدم مصلحتنا فيا حي هلا بالتنوير، يا سلام. والآن لينبح التنوير وبذبحه تذبح الحقائق، ألا لعنة الله على الذرائعية، لعنة الله على الانتهازية. ولذلك هذه الانتهازية
توقعهم في تناقض ذاتي، يكفرون ببعض ما آمنوا به، يكفرون ببعض مبادئهم. أكثر من ثلة من إخواني العلماء المفكرين، أكثر من ثلة راسلوني وراسلتهم وهاتفوني وهاتفتهم وجلسوني وجلستهم، يدعون إلى أن يعم الإسلام على الأرض وأن يحكم الإسلام العظيم السمح المقسط العادل المنير هذه الأمة خطوة على طريق إن شاء الله أن ترحم به الدنيا كلها. طيب، لكن إن تطرقت إلى قضية معينة فيها بعض مقدساتهم الزائفة قال لك لا ما في مشكلة، ولنكن واضحين كقضية معاوية بن أبي سفيان، يا أخي لا بأس، نعرف أنه فعل وفعل وفعل، ولكنه كان حاكما عظيما فتح الفتوح وضبط البلاد، يعني كان أشبه بقيصر بإمبراطور مباشرة. الحجة لا تخذلني، أقول لهم عجيب جدا أنتم تتناقضون هنا، هل تريدون مجرد حاكم عظيم حاكم قوي؟ جنكيز خان أفضل من معاويتكم ألف مرة، أعظم إمبراطور في التاريخ، بنى أوسع إمبراطورية على الإطلاق جنكيز خان، إذن هو أعظم من معاويتكم، إذن هو أعظم من إسلامنا، إذن هو أعظم من أهدافنا، والله يسقط في أيديهم مباشرة. ماذا تريدون؟ أقول لهم لا، الذي أريده وأبقى أوالي هو حكم على طراز حكم أبي بكر وعمر وعثمان نصف خلافته وعلي، لن أداهم في الحقائق، ليس عثمان كامل رضي الله عن عثمان، نصف خلافته، النصف الآخر لا يرضيني كما لم يرضي الأمة ولم يرضي الصحابة الذين خذلوه. لنكن واضحين، إياكم والنفاق في الحقائق، إياكم أن تغالطوا أنفسكم في الحقائق، لأننا مسؤولون بين يدي الله عن كل ما نفوه والله العظيم وعن كل ما نقول. ليست لعبة للمسألة، ما هذا التعتيم؟ لماذا تعتمون؟ لماذا تكرهون؟ تعرفون لماذا؟ لأن التنوير يحرر، عجيب، والتعتيم يستعبد، والاستعباد أفضل لهم. تعرفون لماذا؟ سأختم بهذا المعنى ثم أمضي إلى تقزيم سورة الله في المعتقد، تخفيض سورة الله في معتقدنا. مليون عبد يا إخواني يساوون كم؟ عبدا واحدا. طب مليون يساوون عبدا واحدا، لماذا؟ ما معنى العبد؟ ما معنى العبودية؟ لا موقف، لا رأي، لا نعم ولا لا، إلا ما كان من موقف الاستخذاء والبصم والمصادقة بلا بصيرة على كل ما يهواه السيد ويأمر به ويقرره السيد. فبليون عبد كعبد واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس، لأننا عبيد. طبعا هكذا عبيد المتألهة من البشر، ولذلك التعتيم يفيد جدا في الاستعباد، فلا نقاش لا اعتراض لا فكر لا شخصية لا موقف لا رأي، كله كما يقال في المثل مثل تنابلة السلطان، سمعنا وطعنا، مظبوط صحيح، هو كذلك بليون مثل واحد. لكن بالتنوير يحدث التحرير، يبدأ ماذا؟ الاعتراض، يبدأ التساؤل، لما وكيف؟ نطلب التبرير، نطلب التسوير، نطلب البرهان. الله بنى هذه العقلية المسلمة أيها الإخوة وحثها وناشدها أن تبرهن وأن تتبرهن. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، ماذا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، قال لا بأس، لو أنهم أشركوا عن بينة وعن حجة لا بأس، لكن أن تشرك وأن تكفر والعياذ بالله لا عن بينة لا عن سلطان. القرآن ينشد هنا ماذا؟ ينشد السلطان الحجة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أعلم أعلم أن القيد هنا لا مفهوم له، لكن له دور بلاغي، وهذا الدور البلاغي يفيد في هذا الموقف الفلسفي الفكر التنويري. نعلم لن تغتالنا حقائق الأصول أحيانا التي تأتي جامدة نعرفها لا مفهوم له، ومع ذلك له دور في المستوى البلاغي، مش في مستوى استنباط الأحكام البسيطة المستوى الساذج لها. لا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الله أكبر، أي معناها من شاقه من غير تبين كأن في الأمر سعة، لكن إن تبين لا إكراه في الدين قد تبين. ما معنى المعنى الأعمق لهذه المسائل؟ متى تصبح مسؤولا؟
عن كفرك، عن غيك، عن خطيئتك، عن جرمك، عن مشاقتك للرسول. متى تصبح مسؤولا؟ حين تكون حرا. غير الحر ليس مسؤولا، ليس كذلك؟ الذي ليس حرا ليس مسؤولا. المسؤولية فرع الحرية يا أخواني. هل يمكن أن تساءل روبوت تركته في بيتك وتضربه على وجه ألمين وتمنعه من الخدمة؟ روبوت، هذا جهاز مبرمج. لسنا كائنات مبرمجة أيها الإخوة، أبدا. نحن نعيد برمجة أنفسنا، بل برمجة العالم، بفهم ما يتاح من الحقائق. هل تعرفون هذا؟ حتى العالم نحن نشارك في إعادة إنشائه. لعلني أشرح هذا المعنى العجيب جدا، وهو وثيق الصلة بخطبة القدر محوا وإثباتا، وثيق الصلة بطريقة مذهلة محيرة، إن شاء الله لأتي عنه ثم أعود إلى تقريره. هكذا نعيد برمجة أنفسنا، نعيد برمجة الكون والوجود بالقدر الذي يتاح لنا من الحقائق. نعيد برمجة صورة إيماننا، صورة الله في معتقدنا، بقدر ما يتاح لنا من الحقائق التي تتجلى شيئا فشيئا. هذا ما أسميه نسخة الإيمان الحي، ليست نسخة الكتاب، كتاب الإيمان، نسخة كتاب إيماني، نسخة كتاب إيمانك وإيمانك أنت، هو هذا. في الحديث القدسي الجليل: عبدي اطلبني تجدني، اطلبني تجدني، طلبته اليوم وجدته، لكن على قدي، على قد أهليتي ولياقتي الروحية والعقلية. والآن أتكثر، أتخصب أيها الإخوة، أعمق، أعلو، أسمق، سأطلبه غدا وبعد ساعة وبعد كل ساعة وفي كل ساعة سأجده، لكن على قدي بعد ساعة وعلى قدي بعد يوم، أعمق. وسأطلبه بعد غد وسأجده، أعمق. هل وجدتم كيف؟ هو هكذا تعاد برمجة صورة الله، خبرة، صورة خبرية، صورة معيشة أيها الإخوة. والنص يتسع تأويلا لكل هذه الصور، النص يحيط بها جميعها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. طريق طويلة أيها الإخوة، لا نزال نواصل طي مراحلها إلى الله تبارك وتعالى، نجدانا له وطلبا له وتعرفا عليه سبحانه وتعالى، تعرفا عليه. كل هذا محوط بالتعرف إلينا الذي أعطته خطة الكتاب العزيز الأجل، كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك علينا أيضا أيها الإخوة أن ندرك محدوديتنا، ضعفنا، ندرك بشريتنا، إنسانيتنا التي تساوي بكلمة الضعف والمحدودية والهشاشة والنسبية والخليطة أو الخليطية. نحن كائنات خليطة أيها الإخوة. من أنا؟ ما أنا؟ من أنت؟ ما أنت؟ ما نحن؟ نحن نسيج من نور وظلام، من علم وجهل، من قدرة وعجز أيها الإخوة، من غضب وحلم، من غضب وحلم، من عقل وشهوة، من علو وسفل، من روح، من تراب. نحن هذا الخليط، نحن البشر الضعاف، لسنا آلهة، لسنا آلهة. لذلك علينا دائما ونحن نطوي مراحل السير إلى الله تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، أن نعيد اختبار ما أنجزناه، أن نعيد اختبار ما أنجزناه بمعيار ماذا؟ بمعيار ليس ما أنجزناه، ليس بمعيار ما نحن عليه، بل بمعيار ما لسنا عليه. ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، معظم الناس يفقد نفسه، يخسر نفسه، وبالتالي هذا هو الخسران المبين، لأنه دائما يختبر نفسه وإنجازاته بماذا؟ بما صار عليه، بما هو عليه، بما لدي الآن من إيمان، من علم، من مال، من سلطة، من قوة، من حيثية، من اعتبار. هذا هو الهلاك، هذا هو الخسران المبين. تعرف لماذا؟ لأن هذا لا يقبل أن يعير ولا أن يعير الوسائل التي اصطنعتها في سبيل تحقيق هذه السلطة وتلكم القوة وركم هذه الأموال، تحصيل هذا العلم والمعرفة والحيثية الاجتماعية. لكن انتبهوا، ما يفعل ذلك ويصلح لذلك، لتعيير ذلك، ما لست عليه. يجب أن أكون دائما مطمئنا أنني في هذا اللحظة من حياتي لست الدجال، لست الدجال، لست الكذاب، لست الوغد،
لست الوغد، لست ذلكم الوغد الصاغر أو الصغير روحيا ونفسيا، لست هذا ما يهمني. أما ما أنجزته وما حققته مهم هذا، لكن لا يهم كثيرا مثل هذا. هذا الذي يهم يا أخواني، هذا الذي يهم. لست. واحد يقول لك ما هذه الفلسفة، فلسفة نفي. لا 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 لا، بالعكس، أنا أؤمن بفلسفة التحقق والتحقيق، لكن انتبهوا، لابد أن تعير بهذه الفلسفة النافية حتى يكون تحقيقا أخلاقيا، حتى يكون إنجازي أخلاقيا، حتى تكون إنسانيتي حقيقية. وإلا أنا لست إنسانا، أنا شيطان، أحيانا حيوان والعياذ بالله، كاسر أو شاهن شهوان. لا لا لا، أحب أن أبقى ذلكم الإنسان الذي هو عبد الرحمن حقا. قال إني أعلم ما لا تعلمون، الذي يبرز في وبي وعبري مصداق قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. أحب هذا. قلنا ذات خطبة أو ذات خطب أيها الإخوة، ونكرر هذا المعنى لصلته بالمقام، متى أعطي الإنسان حريته؟ قبل التكليف أو بعد التكليف؟ قبل التكليف. نحن كائنات حرة ونحن في الجنة، الجنة ليست دار تكليف، انتبهوا، هذا ليس تكليفا شرعيا. حتى ما وقع من النهي عن الشجرة، هذا ليس تكليفا، هذا شيء لابد أن نجد له توصيفا. التكليف كان في الدنيا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قبل أن ينزل آدم، قبل أن يهبط آدم وحواء، آدم كان في الجنة حرا حرا، وبهذه الحرية أكل من الشجرة المحرمة، أليس كذلك؟ وبهذه الحرية، بتوالي بنتائج هذه الحرية، أهبط إلى الأرض وكلف. فبماذا تبرر أو برر وسوغ التكليف؟ بالحرية. ما هو الأصل؟ الحرية. ما هو الفرع؟ التكليف. لا معنى لأن نلغي الحرية، حرية أنفسنا، حرية الآخرين، أو نكفر بها أيها الإخوة، أو نظل ننسج عليها خيوط التقييد والتقييد والتقييد كدودة القز حتى نختنق. نحن نختنق، نفقد حريتنا، وبفقدان الحرية نفقد إنسانيتنا. الإمام الجليل عبد الحميد ابن باديس كان يقول: أنت حي بمقدار ما لديك من حرية، أنت ميت، أنت عدم بمقدار ما تفتقد من حريتك، أنت تساوي الحرية، أنت تساوي حريتك. يقول ابن باديس رحمة الله عليه. هذا معنى جميل، هذا معنى جميل وعميق أيها الإخوة، نتشبث به. نظل باسم ماذا؟ باسم أشياء كثيرة، أفكار وأيديولوجيات وعقائد غير صحيح. لا يجوز أن يتخذ التكليف ذريعة لاغتيال الحرية. تعرفوا لماذا؟ لأنه لا يبقى لا أصل ولا فرع، لا يبقى لا تكليف ولا حرية، لأن الحرية هي الأصل الذي تبرر به التكليف. التكليف فرع، إن ذهبت تقضي على الأصل باسم الفرع لا بقي لا أصل ولا فرع. هل فهمتم؟ ببساطة، مثل شجرة نريد أن نجتثها من أصلها لصالح فرعها، لا يبقى الفرع. ولذلك علينا نحن المسلمين والإسلاميين أن نفهم أن تقييد حريات البشر، اغتيال حريات البشر خارج حدود المشروع المقطوع، والمشروع المقطوع أنا أقول لكم يتسالم عليه كل مجتمع سليم، حتى المجتمعات المفتوحة بلغة كارل بوبر تتسالم عليه، لكن ليس المشروع على لسان الفقهاء البشر النسبيين من أمثالنا الذين يحملون أدواءهم، نسبياتهم، أمراضهم، عللهم، مصالحهم، حساباتهم، محدوديتهم الفكرية. يا إخواني البشر محدود، البشر نسبي. لا 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 لا، ولذلك ما الحل؟ وأنا أيضا نسبي وأنتم نسبيون. الحل أن نفرق بين النص الإلهي وبين نصوص البشر. لذلك من حقنا أن نفهم النص وأن نناقش في فهمنا، لا تحرم علينا أن نأتي بفهم جديد للنصوص تتناسب مع تحدياتنا، مع ظروفنا، مع شروطنا، مع مستوانا المعرفي. يا إخواني نعيش في القرن 21 اليوم، تريد أن تربطني إلى عصر ابن تيمية وعصر ابن جرير وعصر أبي حنيفة ومالك والشافعي وجعفر؟ لا يمكن. مستوانا مختلف، تحدياتنا مختلفة، إدراكنا مختلف يا إخواني، إدراكنا مختلف. تاهت المعاني. لكن نعود باختصار، كما قلت لكم هذه جناية، جناية على صورة الرحمن في التصوير الإسلامي، في التصوير العقدي لله تبارك وتعالى، أن هذا الإله العظيم أشبه بحاكم، وإن يكون عادلا إلا أنه قاس جدا، قليل الرحمة، عكس ما أخبر الله عن نفسه، رحمته تسبق غضبه، لا إله إلا هو.
رحمته وصف ذاتي، غضبه وصف فعلي، يكون ويزول، لكن الرحمة لا تزول. لا أدري بأي آخر عقد نفكر نحن ونبدأنا نتكلم باسم النص واسم العلم، غير صحيح. هذا عكس النص وعكس العلم. هذا الإله عادل، هذا الحاكم الباطش القاسي العنيف عادل، ولكنه تقريبا لا يسمح، لا يغفر، يؤاخذ مؤاخذة قاسية. لا لا، الله ليس كذلك، لا إله هو. حاشا لله أن نتورط في تصويره أيها الإخوة على قد أذهاننا نحن، على قد ندحتنا، عطننا النفسي والمعنوي البسيط جدا. أي بعض الناس هو غير رحيم بأهله، بعض الناس غير رحيم بزوجته، غير رحيم بأولاده. هذا يراد منه أن يعكس رحمانية الشريعة؟ رح بالأمس استمعت إلى شيخ فاضل، واضح من شكله أنه فاضل وفيه صدق وربانية، ولكن يدعو ويبتهل ويبكي تقريبا أن نطبق حدود الله، أن نقيم حدود الله. وطبعا واضح أنه ليس في ذهني إلا القطع والرجم والجلد. يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، هذه حدود الله عادلتها بالشريعة أو عادلت الشريعة بها؟ 6236 آية، آيات الحدود كلها 10 آيات فقط. أين 6236؟ وين؟ هذا كله معطل عنده. أين العدل؟ أين حق البشر أيها الإخوة؟ حق البشر في العيش الكريم؟ أين حريات البشر؟ أين حقوق الإنسان؟ سأقول كلمة، ما أروع هذا الغرب الذي ناضل وناضل وناضل ولا يزال من أجل حقوق الإنسان. ما أرقى هذا الغرب. نحن نكفر به وبكل منتجاته إلا ما وافق هوانا، ليس موافق النص الإلهي الجليل، وإلا النص سباق أيها الإخوة، النص سباق. هذا بضيق العطن يريد أن يحكم على البشر. ولذلك الله لا يتساهل مع هذه الحالة، هذه حالة جنائية عظمى تشوه رسالة الدين، تفسد خطة الأنبياء، تعفي على مشوارهم وجهادهم. لذلك في صحيح مسلم الشاب الذي قال لأخيه، هذا شاب عابد قانت ناسك، وأخوه والعياذ بالله مقيم على شرب ولهو وقصف، والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ الألية هي الحلف، من المحلف هذا؟ من المخزن؟ فقال الله أي لنبي ذلك الزمن: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ اذهب فقد أوجبت لك النار وغفرت له، لتنفعك عبادتك وركيعاتك وحجاتك وعمراتك. لا يجوز أن تخفض صورة الله على قدر نفسك الفقيرة بالرحمة. اركب طائرة فقط، أجل نظرك في غيوم الأرض، وليس لا أقول في غيوم الكون، حتى تعرف مدى عظمة خلق الله، وبالتالي يمكن أن تصيب شيئا من توهم عظمة رحمة الرحمن الذي خلق هذا الكون. يا أخي تواضع قليلا، اخرج إلى العالم، اترك عقدك، اترك سوداوية نفسك. أنت ربما تكون كارها لنفسك، كارها لقدرك، كارها لحظك، ساخطا على زوجك وعلى أولادك، لكن لا تسخط الناس على رب الناس لأنك ساخط. ما شغلنا بك؟ ما شغلنا بك وبأمثالك؟ ارحمونا من هذا. يقول الإمام مالك في آخر موطئه، يقول: وبلغني أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأفضل السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الخلق كأنكم أرباب. أنت لست ربا، لا، بعضهم رب يعني قاض وجلاد كمان، يعني رب كامل يكفر ثم ينفذ الحكم فيك حرقا أو تفجيرا أو ضربا بالرصاص أو ضربة سيف، لا قوة إلا بالسيف. الله أكبر، يتقرب إلى الله بهذا. تعرفون بعض هؤلاء، وسأسمح نفسي أن أسميهم الملتاثين، ليسوا أقل من أن يكونوا ملتاثين، عقولهم غير طبيعية، نفوسهم بالحري غير طبيعية. كفروا تعرفون من؟ حتى الأنبياء. هل سمعتم بهذا؟ طبعا كل دارس لجماعات التكفير في القرن 20 يعلم هذا وقراه غير مرة. نعم، هناك من جماعات التكفير مشايخ وبلحة ويبكون في الصلوات، كفروا الأنبياء، يعني حتى النبي مش مال عينه، ويسمونه تعرفون ماذا؟ يسمونه التكفير اللحظي. قال لك النبي ممكن يكفر لحظيا بس برجع بتوب برجع مؤمن. يا سلام، ما شاء الله عليك انت، ما شاء الله. واضح انهم والعياذ بالله، واضح انهم تبنوا دور الله، يلعبون دور الله، يحكمون حتى على النبيين. الله
أكبر يا أخي، لا أنا لا أسمح لك أن تحكم علي ولا على أخي ولا أختي. من أنت؟ اذهب إلى طبيب نفسي لكي يحكم عليك يا رجل. تحكم على الناس أنهم في النار وأنهم باءوا بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير. بل أنت، أنت معتل، اعتلت بك صورة الدين والله العظيم. والله يا إخواني الذي لا إله إلا هو، أنا أقول هذا، اعتلت صورة الدين، الإيمج، صورة الإسلام في العالم اعتلت بهؤلاء، أقسم بالله. ولدينا في الأمة العربية معتلة والإسلامية بهؤلاء، والناس لا يدرون أنهم يقتتون على سموم وليس على أفكار. هذه ليست عقائد، ليست فقها، هذه سموم سممت الروح قبل أن تسمم العقل. أرواحنا مسممة، عقولنا طبعا مجتافة بالكامل ومسممة تماما. قال لك آدم كفر لما أكل من الشجرة، كفر لحظيا. وموسى حين ألقى الألواح كفر، هكذا يقولون، حين ألقى الألواح وفي نسختها هدى قالوا كفر، لكن كفرا لحظيا، لم يلبث ولم ينشب بعده أن عاد إلى الإيمان. ونوح حين قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ها؟ قالوا كفر، وبعدين لم ينشب أن عاد إلى الإيمان. أي تبا لكم ولهذا الفكر، تبا لكم ولهذه الضحالة، لهذا الإجداب الروحي. الأنبياء ما نجوا من شركم، يحدث أحدهم بعد أن تاب من لوثة، أي لوثة، لوثة، من لوثة يعني جنون، من لوثة التكفير، يقول والله جلسنا ذات ليلة بين المغرب والعشاء ونحن ستة، أنا سادس ستة، أيوة، قال نتجاذب أطراف الحديث في الحكم على البشر من الحكومة إلى آخر محكوم البواب. قال فلم نلبث أن انتهينا إلى تكفير الأمة كلها، مصر كلها خرجت على الإسلام، 70 مليون كل كفار من الرئيس حتى البواب، بقي من الستة. قال ثم صار بعضا يكفر بعضا، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما صلينا العشاء إلا فرادا، لأن كل منا كان عند صاحبه كافرا، كل كافر، كل كافر، أنت كافر وأنا كافرك، كما قلت مرة، كل منا زنديق الآخر، كل منا زنديق الآخر. لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ كل هؤلاء فشلوا أن يفهموا أن الأولوية للإنسان. الله أعطاني حريتي قبل أن يكلفني، ثم أهبطني وكلفني، أطلقني أطلق سراحي، سمح لي، أذن لي كونيا ليس شرعيا، انتبهوا، هذا اسمه الإذن الكوني، كونيا سمح له الأبعد أن يكفر بالله، أن يجدف، أن يقتل حتى الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس، أن يقتل أولياء الله، أن يفعل ويفعل، سمح له. ومع ذلك لم يحرمه ولم يحضر عليه التوبة ولا بابها أن يدخله حتى آخر لحظة. تحب التوب؟ ما في مشكلة. والله ذكر هذا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. بماذا فتنوهم؟ ألقوهم في النار المستعرة المصطلية الملتهبة، أحرقوهم، أحرق الولدان والشيوخ والنسوان. الله يقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يقول الحسن البصري ما أرحمه، لم يقنطهم من رحمته وقد حرقوا عباده. إيه حرقتوا؟ توبوا، إيش الرحمة العظيمة هذه؟ لا، أنت اليوم تخالف أخاك في مسألة فرع 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 فرعية، خارج من الملة، كافر يستتاب وإلا قتل، زنديق لعنة الله عليه، لا تبايعوا ولا تؤكلوا ولا تجالسوا ولا تزوجوا ولا تتزوجوا منه ولا، إيه ما شاء الله عليك يا حبيبي، أنت فقت التأله والتربب بمراحل. انظروا الآن إلى سعة نظر علمائنا وأئمتنا، روح الله أرواحهم، كم نحتاج إلى العلم، وبالعلم، باسم العلم الكاذب يتكلم هؤلاء، فهمون قال بالعلم، يعني هم هذا العلم، علم إيه؟ أنتم لا علاقة لكم بالعلم، صدقوني، هذا كل ما قرأوه كتيبات وكتب فقط ومحاضرات. وين العلم؟ العلم علم الأئمة، سوف نرى ماذا قال الأئمة، كيف اختلف الأئمة. عودوا إلى أي كتاب خاص الموسع، أوسع هذه الكتب البحر المحيط أو المحصول للرازي، عودوا إلى كتاب الاجتهاد، الاختلاف في مسألة التصويب والتخطئة، من المصيب؟ من المخطئ؟ هل يتعدد الصواب أو لا يتعدد؟ الخطأ يتعدد طبعا، النور واحد والظلمات كثيرة، الخطأ دائما يتعدد ما في مشكلة، لكن هل الصواب يتعدد؟ مسألة المصوبة والمخطئة باختصار، أعطيكم هنا مخطط بسيط جدا غير تفصيلي، المسائل إما عقلية وإما شرعية. اتفق الأئمة والعلماء أشاعرة ومعتزلة وغير ذلك على أن العقليات المصيب فيها واحد لا تقبل، عقليات لا تقبل تعدد الصواب، انتهينا منها، نأتي للشرعيات. وأما الشرعيات فقسموها قسمين،
شرعيات من مسائل الدين الضرورية، يعني قطعية ضرورية. قالوا المصيب فيها واحد والمخطئ فيها مأثوم غير مأجور، لأنها من ضرورات الدين. ما تقول ليش الزنا حلال، بيجتهد. تجتهد إيه يا حبيبي؟ الزنا حلال، السرقة حلال، شرب الخمر حلال، كما يجتهد الآن بعض الناس في بعض الدول العربية. سمعت إلى مفكر إسلامي في 90 من عمره في تونس الخضراء، قال ايش الخمر؟ الخمر مش حرام، تقدر تشرب يعني الصباح المساء كأسا صغيرة ما في مشكلة. قال ليه مولانا يا شيخ الفكر الإسلامي؟ أنا قلت خرف الرجل والله، قد كنت أحترمه بعض احترام لبعض ما قال يعني، وكتب في بعض الأشياء جميلة حقيقة يعني، أحسن فيها بعض أي حسن، لكن هنا الرجل يتهوك. قال الله قال إيه؟ فاجتنبوه. قال اجتنبوه، ما قالش حرم عليكم. يا رجل هل أنت تتكلم عن كتاب الله أم عن قصة روائية وحكاية أدبية؟ الله قال عن الشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إيه الشرك مش حرام؟ الله قال اجتنبوه، مش هيك؟ ما شاء الله على طريقة الاجتهاد هذا، شوف الفهم للشيء. هنقول له هذا الجواب، هذا جوابك من كتاب الله، الشرك مش حرام، الله قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، عبادة الأوثان والتقريب القرابين إليها، تضحى الأضاحي من أجلها من أجل سواد عيونه، مش محرم، نقدر نعملها مرة الصبح مرة المساء، كما نشرب مرة الصبح مرة المساء، ما في مشكلة. الله قال فاجتنبوا، فاجتنبوا. بعدين يا مولانا إيش الله قال؟ إيش الله قال تبارك وتعالى؟ ها؟ حكى عن مال، عن الخمر فقط؟ عن الميسر والأنصاب والأزلام؟ ها؟ هذه كلها، هذه حلال أيضا؟ ها؟ هذه حلال؟ والله قال اجتنبوا، حرم. هذا غير مقبول، أن تجتهد في ضروريات الدين أو فرضية الصلوات الخمس فضلا عن قواطع الاعتقاد وقواعده، ما في كلام هنا، هذه ضروريات قطعية. العجيب أن العلماء، شوف سعة المنابع، قالوا وهناك قطعيات في الدين غير ضرورية أيضا المصيب فيها واحد، لأنه قطعيات لكنها ليست من الضروريات. ما معنى الضروريات؟ التي يستوي في علمها العامي والعالم، ضروريات الكل يعرفها، لا تستطيع أن تتذرع بأنك تجهلها، بأنك تجهلها، تقول أجهلها، مستحيل، العام يعرفها، كما يعرفها طبعا العالم الإخصائي المتخصص، تسموه ضروريات الدين، معلوم من الدين بالضرورة، رغما عنك تعلمه أنت، رغما عنك، بما أنك مسلم، تعيش في بلد مسلم، ستجد نفسك تعلمه حتما كما تعلم اسمك. أما القواطع في أشياء قطعية، أدلتها قطعية، وأحكامها، ولكنها ليست من الضروريات، قالوا المصيب فيها واحد، ولكن المجتهد فيها اختلفوا فيه. بعضهم قال يحتمل أن يكون له أجر. عجيب، في سعة وفي تفصيل، تفصيلات دقيقة أصولية. نأتي الآن إلى مسائل الدين أيها الإخوة غير القطعية، وطبعا إذا غير قطعية من باب أولى ألا تكون ضرورية، طبعا غير ضرورية، لأن كل ضروري قطعي، بس مش كل قطعي إيه؟ ضروري، كما أبنت لكم. مسائل دينية غير إيه؟ قطعية. إمامنا أبو الحسن الأشعري، إمام أهل السنة والجماعة، أبو الحسن الأشعري، أبو بكر الباقلاني، إمام أهل السنة في وقته، ومعظم المعتزلة وفي مقدمهم أبو الهدي العلاف، فيلسوف المعتزلة هذا، والجبائيان، أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائي، والجبائيان وغير هؤلاء، ونقله الروياني، القاضي الشافعي الروياني، والماوردي عن الأكثرين، أن كل مجتهد فيها مصيب. كل واحد عنده أهلية الاجتهاد واجتهد فيها فهو مصيب. غريب، انتبهوا، سأشرح لكم، هذا غير واضح لبعض الناس. ما معنى كل مجتهد فيها مصيب؟ يقول هؤلاء السادة العلماء الجلة، ولن نحكم هذا القول، فقط أنا أعرض لكم نمطا. أقول لك يا عدنان، ليس معنى أنني أرجحه، أقول لكم كيف كان يفكر الأئمة، ما هي الأمداء الواسعة البعيدة التي ذهبوا إليها في المرونة والتقبل والتسامح الفكري، تسامح النظري الاجتهادي. قالوا كل واحد فيها مصيب، بمعنى عند الله تبارك وتعالى لا حكم واحدا فيها، الحكم الذي انتهى إليه هذا المجتهد عند الله حق وصواب، لكن غيره انتهى إلى حكم مضاد صواب، والثالث إلى ثالث، والرابع إلى رابع، تعددت، كلها صواب عند الله. ليس أن صوابا واحدا عند الله، فمن أصابه فقد أصاب، ومن لم يصبه فهو مأجور بأجر واحد، لا، ليس هذا، كلهم مصيب. عجيب، هل العقل الإسلامي ذهب إلى هذا المدى في فهم نسبية هذه الحقائق غير القطعية؟ نعم، إلى هذا المدى.
قالوا كل واحد مصيب. يعني ميكانيكا كم هذه؟ أنا أقول لكم هذه فيزياء الكم، هذا مبدأ الأنسرتينتي، مبدأ عدم التعيين، يعني بطريقة موسعة في الإنسانيات والشرعيات. إيش العقل الجبار هذا؟ هذا عقل أبي الحسن والباقلاني والعلاف والجبائيين فعلا، وهؤلاء من أذكى أذكياء البشر بلا شك، أنهم أذكى أذكياء المسلمين كانوا في وقتهم، وربما في كل وقت، عقول هائلة. هؤلاء بحور، هؤلاء أقيانسات، بحور عجاجة لطامة. من يعرف قدر هؤلاء الذين ذكرتهم رضوان الله عليهم جميعا، سنة ومعتزلة. وهذا يغضب المتحجرين، لا علينا منكم، نحن لا نباليكم، لا نباليكم، رضي الله عنهم جميعا سنة ومعتزلين أو معتزلة، عقول ضخمة. قال لك الكل مصيب والكل مأجور. سأختم الآن فقط لكي أدغدغ خيالكم العلمي والفلسفي، وكما قلت بشيء له علاقة متشبثة بخطبة القدر محوا وإثباتا. وبهذه الخطبة، حتى الكون الآن، علماء الفيزياء الكونية يقولون حتى الكون الذي نراه ونرقبه ونرصده، هذا الكون نحن نعيد تشكيله، بالأحرى يقول نعيد تخليقه برؤيتنا، بزاوية مراقبتنا له، بالحيثية التي والكيفية التي نراقبه ونرقبه من خلالها. كيف يا أخي؟ شو كان الفرق هذا؟ الحقائق موضوعية، حقائق موضوع. لا، أبو الحسن العشري ما قالش في حقائق موضوعية، قال كل هذه الحقائق موضوعية وكلها عند الله صواب. هذا اسمه مذهب المصوبة، إذا مذهب ما المخطئ الذين قالوا المصيب واحد والباقي إيه؟ مخطئ أو غالط، لكن له أجر إن كان من أهل الاجتهاد كالأئمة الثلاثة مثلا، لكن هم رأيان المصوبة والمخطئة. كيف؟ ما هي القضية؟ على كل حال، الذي لديه وقت يمكن أن يعود إلى مجلة ديسكفر اكتشاف، مجلة الشهيرة العلمية، في عدد شهر 6/2002 يدخل، موجودة في الإنترنت كمان، موجودة هذه متاحة مجانيا، يدخل على مقالة عجيبة أنا سأعطيكم خلاصتها، دراسة، هي دراسة عجيبة اسمها هل يوجد الكون ولو كنا لا نراقبه؟ Does the universe exist if we aren't looking؟ يعني إيه؟ علامة استفهام. هل يوجد حتى لو كنا لا نرقبه؟ نعمل ملاحظة، مراقبة فلكية له، مش العنوان عجيب؟ سوف نرى. القصة مع العالم الفيزيائي الجليل الكبير جون ويلر، أستاذ ريتشارد فاينمان الحاز على جائزة نوبل. هذا الرجل في لحظة معينة هكذا، طبعاً في السن، تساءل ما مدى الدور الذي نطلع به في إعادة إنتاج الكون، إنشاء كنيسز، يعني تخليق الكون. فسؤال، هذا السؤال لا يصدر إلا عن عقلية استوعبت ميكانيكا أو فيزياء الكم، وهو فيزياء كمومي عظيم، جون ويلر عظيم جداً. بدأ يفكر الرجل. طبعاً الذين درسوا أو أخذوا حتى دورة مبسطة في ميكانيكا الكم يعرفون أشهر تجربة روح هذا العلم، تجربة الشق المزدوج، سلت يعني الشق المزدوج. وباختصار، النور أيها الإخوة، الضوء، اللايت، الليكت، الفوتونات، يعني الفوتونز، يسلك أحياناً سلوك جسيمات، وأحياناً يأبى إلا إيه أن يحيرنا فيسلك سلوك موجات. إذا وقع الضوء على شاشة فيلمية حساسة، يعني تلتقط أثر وقوع الفوتونات عليها، شاشة فيلمية حساسة، وكان قد سلك سلوك بارتيكلز أو جسيمات، يحدث بقعة نقطية فقط مثل إلكترون يقع على إيه؟ أي شاشة فيلمية. وإذا كان الضوء سلك سلوكا موجيا ووقع على الشاشة الفيلمية، يعطينا إيه؟ دوائر معتمة، دوائر مضيئة، معتمة مضيئة. في المطياف خطوط معتمة، خطوط مضيئة، بحسب تراكب أو تهادم الموجات. الذين أخذوا مبادئ الفيزياء يعرفون معنى هذا. الضوء يفعل هذا وهذا، نعم. طيب، من المعروف أيها الإخوة في هذه التجربة أننا لو أتينا بشق مزدوج وسلطنا عليه إيه؟ شعاعاً ضوئياً، ووضعنا على جانبي الشق أو الشق المزدوج مكشافين مثل مرآتين لكي تلتقط لنا ماذا؟ الضوء المار، تكشف عنه، ثم إيه؟ سمحنا للضوء أن يعبر الشقين إلى الشاشة الفيلمية التي تسجل النتيجة.
في هذه الحالة إخواني سيسلك الضوء سلوك الجسيمات، حلاقي بقع، بمعنى أن بعض الفوتونات مرت من إيه؟ من شق، من أحد الشقين، والبعض الآخر مر من الشق الآخر. هذه سجلت أثرها هنا وتلك سجلت أثرها هنا، مسألة بسيطة عادية مثل أي شيء، يسلك سلوكا إيه؟ جسيميا. لو نحينا المكشافين ماذا يحدث؟ ليه؟ عجب، شيء عجيب. حين الضوء يقول لك سأجننكم، الله نور السماوات والأرض. لماذا ضرب الله مثلا لهدايته بالنور؟ النور يجنن يا إخواني، إلى اليوم جنن العلماء، يقول سأجننكم، لن تفهموني جيدا. إذا راقبتني سأسلك كجسي، إذا لم تراقبني وشوف النتيجة سأسلك كموجة، موجة حقيقية. غريب يا أخي، نحينا المكشافين، انطلق الضوء، سنجد إيه؟ هذه الدواء المعتمة دواء مضيئة، ليس إيه؟ نقطا كما في إذا بالقطع سلك سلوكا موجيا. طيب هذه تجربة معروفة كلاسيكية الآن في ميكانيكا الكم، هذه تجربة كلاسيكية. ماذا قال ويلر؟ جون ويلر قال لا، سأذهب سأصفر خطوة متقدمة إلى الأمام لنطبق هذا على الكون. كيف؟ قال لنفترض أن نجما مضيئا جدا، كوازار، يعني كوازار هو نجم شديد الإضاءة، شديد اللمعان، جديد النشوء، في مجرة جديدة التكون، ناشئة فتية، كوازار اسمه. ليش كوازار؟ عشان يكون في ضوء قوي يقدر يصنع على الأقل، وإلا في بلايين النجوم لا نراها، ضوء لا يصل، انتهى. هذا نجم قوي وفتي شاب ما شاء الله. قال الآن نريد أن نراقب الضوء الذي يأتي منه، والآن سنتخيل شقا مزدوجا. ما هو الشق المزدوج؟ مجرتين في الطريق إلينا، مجرة من هنا، مجرة من هنا. بحسب ألبرت أينشتاين الضوء إذا اقترب من أي جرم عظيم، من حتى من نجم كالشمس، فكيف من مجرة؟ ينثني، معروف، أينشتاين أثبت هذا في النسبية العامة، وهذا سينثني، وبعد ذلك يأتي الضوء الشعاعان إلينا شاشة المغراب أو التلسكوب ونرصد. واضح؟ الآن ستعمل شاشة التلسكوب، هما في الحقيقة ماذا؟ مرآتان طبعا، مثل أي إيه؟ تلسكوب، مرآة من هنا ومرآة في الأمام. ستعمل هاتان المرآتان العظيمتان الثخينتان الجيدتا الصقل بمثابة المكشافين. العجيب أن هذه التجربة الذهنية، تجربة جون ويلر، طبقت ونجحت كما تخيل. هذا والإعجاز، هذا الفتح العلمي، هذه العقول الجبارة يا أخواني، الشيء لا يكاد يصدق. الآن سأتحدث عن التطبيق حقا. خلاص لنكمل، ما الذي حصل؟ على الشاشة الفيلمية وجدنا إيه؟ بعض الفوتونات جاءت وقد عبرت من لدن هذه المجرة وانثنت طبعا، وسجلت هنا إيش؟ آثارها النقطية، والأخرى جاءت وسجلت آثار النقطية، بمعنى أن بعض الأشعة مرت إيه؟ من هذا الشق، من هذه المجرة، والبعض الآخر من الشق الآخر، والنتيجة نتيجة إيه؟ توحي بجسيمية الضوء. لماذا؟ لأنه في عندنا المكشافان، مرآتا التلسكوب. الآن خطوة إلى الأمام، قام العلماء بتغيير المرآتين بمرآتين رهيفتين جدا، كأنهما غير موجودتين، فقط عشان تسمح بالمراقبة من بعيد. معناه الآن نحينا ماذا؟ المكشافين، وسمحنا إيه؟ الشعاع أن يأتي ويسجل على الشاشة الفيلمية الحساسة. النتيجة المخيفة، تداخل معتم مضيء، معتم مضيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن شعاع الضوء مر من المجرتين كلتيهما في نفس الوقت، مع أن بين المجرتين آلاف السنين الضوئية. واللي أعجب من هذا يا إخواني، شيء لا يكاد يصدق. ماذا يريد الرب لا إله إلا هو أن يقول لنا؟ والله يقشعر قلبي قبل بدني. يقول لنا يا إنسان أعلم ما لا تعلمون، أنت شيء كبير، لا تحقر نفسك، لا تقتل نفسك في مبأة الشهوات والحقارة الفكرية والتعصبات. أنت كائن راقي، حاول أن تفهم عني، حاول أن ترتقي، أنت تشارك في صناعة هذا الكون. هذا الكون ماضيه غير محسوم، مستقبله غير متعين. هل فهمتم هذه التجربة؟ بمعنى نستطيع الآن نحن أن نشارك في خلق ماض للكون بحسب الطريقة التي نريد أن نرقبه بها. إن أردنا أن نقول يبدو أن هذا الكون وجد قبل كذا وكذا، أو هذا النجم
كذا وكذا مليون سنة علينا أن نصطنع طريقة في المراقبة. إن أردنا قول آخر نصطنع الطريقة الأخرى. وإلا يا إخواني هذا الشعاع الذي جاء من الكوازار من كم انطلق؟ بحسب بعد الكوازار عنا. إذا بعيد عنا إيه؟ 10 مليون سنة، هذا منطلق من 10 مليون سنة. كيف أمكننا التحكم فيه الآن بحيث نجعله يمر من مجرتين بينهما ألوف السنين الضوئية في الوقت نفسه؟ أمكن هذا؟ شيء لا يكاد يصدق. أنت تقرأ هذا تجن، تقرأ هذا تقول العلم وصل لهذه الدرجة والحقائق غير متعينة. uncertainty معناها facts، حقائق غير متعينة راهن أن تعينها أنت. هذا يذكركم بقطة، بقطة شرودينجر، نفس الشيء. أنت الذي تعين الحقيقة بموقفك. لذلك سأقول لكم في الحقيقة كيف أفهم أنا المتواضع البشر البسيط الجاهل الحقيقة. في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، الحقيقة ربما كما أود أو كما أفهم، كما أود أن أفهمها أو كما أفهمها، هي في إرادتها فقط. هكذا يعاملون الله أنت. ولذلك القرآن يؤكد دائما على إيه؟ هذه الإرادة، لمن أراد، لمن أراد ومن أراد. أنت تريد الحقيقة؟ يا رب أنت تعلم أنني أريدها، صحيح الآن لم أصبها. الله يقول لك أنت عندي كالذي أصابها. أنت لا تستطيع أن تدل على الله تقول له شفت أنا فزت في المسابقة، أنا شاطر، أنا عبقري، أعجبك؟ عجبتك لأنني عبقري؟ لا 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 لا، كل علم الدنيا، كل علم الكائنات قطرة وأقل من قطرة في بحر في محيط علم الله. هذا كلام فارغ. لا أحد يقول لا أنا قوي أعجبتك، أنا عالم أعجبتك، أنا شاطر كليفر. هذا كلام فارغ. فقط إنما الأعمال بالنية. تقول له أنا متواضع، أنا البشر، أنا عبدك الضعيف وأعرف أنني ضعيف، أعرف أنني منسوج من الضعف وخلق الإنسان ضعيفا، لكن يا رب سر ما في من طهارة، سر ما في من عظمة، سر ما في من براءة، أنني أريد أن أعرف. أقدس المعرفة لأنها أنت. الله هو الحق المبين، أقدس الحق، أعشق الحق، أريد أن ألتزم، commitment، ألتزم بالحق بحثا عنه، صدعا به، تبشيرا به، دائما دائما، وبالأسلوب الذي ترضاه، أسلوب الرحمة والهداية والمحبة واللطف، ليس بأسلوب إن لم يعجبني العالم دمرته. للأسف في أكثر من خطبة اقتبست في السنوات السابقة محمد إقبال رحمة الله عليه، وأنا اليوم أعتذر، أعتذر من إقبال لكن مرة، وأعتذر من العالم والحقيقة 1000 مرة. إخباري الآن لا يعجبني في هذا. اقتبسته حين يقول قال لي الله هل أعجبك العالم؟ قلت لا يا رب لا يعجبني هذا العالم. الله يخاطب المؤمن الكامل القوي، قال دمره ولا تبالي. لا 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 لا، هذا ما هو، هذا منطق مخيف لم أعد أنحاز إليه. دمره، منطق دمره مخيف هذا، هذا حجة بيد الإرهابيين والقتلة والمفجين والتكفيريين، لا أحب هذا المنطق. تعرفون الله تبارك وتعالى كان يعلم حتما أن فرعون سيموت غرقا، صحيح؟ وسيدخل النار، يعلم هذا حتما، ومع ذلك الله قال إيه لموسى وأخيه هارون فقول له قولا لينا. وتعلم يا رب أنه لن يستجيب وأنه سيموت كافرا، قال هذا هو، هذا سبيل الحق، هذه طريقة الحق، هذا منطق الحق. لا أحد بالحق وباسم الحق، ولا محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد باسم الحق عنده الحق أن يغلظ على الناس وأن يدوسهم وأن يتجاوزهم. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال حتى أنت مش استثناء، ولا موسى استثناء، ولا إحنا استثناء طبعا، ولا واحد استثناء، أليس كذلك؟ الله لم يستثني نفسه في اغتيال حريات الناس، أعطاهم حرية أن يكفروا به، صحيح؟ لكن إن إلينا إيابه ثم إن علينا، هذا هو، انتبهوا. ولم يعطي هذا الحق لأنبيائه ورسله. بالله أنا أخاطب هؤلاء الإخوة هدان الله وإياهم، بأي حق أنتم اغتلتم هذا الحق، اغتصبتموه أن ترغموا الناس على قبول ما أنتم عليه؟ وإلا سنحطم وندمر. من أنتم؟ ما أنتم؟ ماذا تريدون؟ أنتم وباء، هذا وباء، أقول هذا وباء عافاكم الله وإيانا منه والله العظيم. الله ليس استثناء، لم يعطي نفسه استثناء هنا.
ولا أنبياءه ورسله عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين، فما بال الواحد منا يشكل استثناء فاقعا؟ لا لا لا، هل طبيعة الحق كطبيعة الأوراد والأزهار أيها الإخوة الذي يحمل وردا وزهرا ماذا يفوح منه؟ كل رائحة طيبة كريمة فواحة عبقة، كذلك الذي يحمل الحق ويعيشه لا يبدر منه إلا الخير والجمال والعظمة يا إخواني. هذا هو، إن بدر منه شيء غير ذلك علمنا أن الذي عنده شيء آخر وضع عليه ليبل الحق، بس مش الحق هو، هذا شيء ثاني. هو صدق أن ما عنده الحق، حق يولد عنفا، يولد كرها، يولد هذه القسوة، هذا الجفاف، هذا الفخر، هذا الإجذاب في المنظور. مستحيل أن يكون الحق شيء أعطي اسم الحق بالباطل بالزور، ليس الحق، الحق طبيعته مختلفة تماما. طيب أيها الإخوة، إذا أنا أريد الحق يا رب، الله يعلم ذلك، نية المؤمن ونية البشر أبلغ من عملي، الله يعلم ذلك، فأنت على حق وأنت في سبيل الحق. طب إن مت قبل ذلك، إن مت قبل أن أصل، أنا أقول لكم فهمي لديني، فهمي لرحمانية ربي في حدودي البسيطة البشرية، فهمي لكتاب ربي وسنة نبيي، أقطع بأن من طلب الحق ومات قبل أن يصله فهو في رحمة الله. طبعا طبعا، قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ولم يهاجر حقيقة، هو في سبيل أن يهاجر، وهذا في سبيل أن يقع على الحق، لم يقع بعده، لم يقع، ما زال في الحيرة، ما زال في الشك، ما زال في التردد. واحد يقول لي هذه طبيعة البشرية، أبو حامد يقول الحق كامن في النظر، من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى. في فائدة، هذا سبيل البشرية، نحن أحق بالشك من إبراهيم. طب واحد آخر يا أخواني ما أراد الحق واكتفى بما ورثه من أبويه ومن جيرانه ومن طائفته وحزبه، وقال لك عند الحق وأقتل عليه وهو عادي وأوالي، أنا أقول لكم بفهمي، وحين تناقشه وحين تأخذ وتعطي معه يتجهم ويتنكر لكل حق لا يلائمه، لأنه لا تقول به طائفته، لا يقول به مذهبه، لا تساعد عليه مصلحته وحساباته التجارية. أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو كما أفهم جدير بأن يحشر هذا مع أبي لهب وأبي جهل، أقسم بالله، وإن كان أكبر شيخ وأكبر علامة، أقسم بالله. تعرفون بهذه النفسية كما قلت لكم، لأن الله لا نعود إليه نقول له لدينا علم كثير، ليس هذا، تعود إلى الله بهذه بالنية، إنما الأعمال ما نيتك، نيته أن يتعصب مذهبيا وطائفيا وخلاص، حتى ضد الحق، وضد الحق، أنا الحق المطلق، أنا عصبية لا عن برهان. هذا لو بعث في زمان رسول الله لكان حريا أن يصطف في صف أبي سفيان وأبي لهب وأبي جهل، صحيح مباشرة، والأول قد يموت شاكا وقد يموت ملحدا في النظر، نحن نرى أنه مات ملحدا هذا المسكين، ما عرف الإيمان، لكن كان يبحث وبجد واجتهاد، ولو وقع الحق لتبناه، لكن كان يبحث المسكين ومات. أنا أقول لكم تخيلوه خلق في زمان رسول الله لاصطف سريعا في جانبي أو إلى جانب أبي بكر وعلي أوائل الذين أسلموا من أول ساعة. لماذا؟ روحيته، نفسيته، مزاجه العقلي والنفسي يطلب ماذا؟ الحقيقة، ويخضع الحقيقة. وذاك الآخر واسمه شيخ واسمه علامة وأستاذ أكاديمي كبير في الشريعة، عقليته وروحيته أيها الإخوة تجعله يصطف للتعصب للحقيقة. هذا أبو جهل، هذا لن يغتر الله، الله لا يغتر بالأسماء والعناوين يا إخواني، يجب أن نفهم هذا، يجب أن نفهم الدين بهذه الطريقة حتى نستطيع أن نتأنسن حقا وأن نترحمن يا إخواني. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن تعرفنا عنك يا رب العالمين، أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة أن تنصر عبادك المسلمين وعبادك المهضومين المظلومين في كل مكان. اللهم عليك بالجبارين وعليك بالعتاة الظالمين،
الطغاة المستكبرين أحصهم عددا ودمرهم واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. إنك قوي عزيز يا جبار يا قهار يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء يا سميع يا عليم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.